إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. الديسكو جيل موضة جديدة، كل شوية يطلع عليا المرضى يبعتوا لي: يا دكتور إيه رأيك في التمارين النت؟ إيه رأيك في مش عارف إيه؟ إيه رأيك؟ فابتدي أعرف إن في حاجة جديدة ظهرت، حاجة جديدة مش يعني إيه، لو هي حاجة مهمة أو حاجة ليها أفضلية لازم أنا اللي أسبق وأقولها، لكن حاجة دي بدعة جديدة، دي موضة جديدة. فبيبتدي ايه هو الديسكو جيل، فيبتدي الناس تقرأ ويتبحروا، والنت الانترنت زي ما فيه الغث او فيه السمين فيه الغث، يعني فيه سم وفيه عسل، فيه حاجات كويسة وحاجات وحشة، انتم ما بتعرفوش تفرقوا بين الحاجة الكويسة والحاجة اللي مش كويسة. طيب الديسكو جيل ده دواء، تمام، اللي اخترعه غالبا احد المرضى، يعني واحد دايما كده المرضى يقول لك ايه: مفيش حاجه يا دكتور تدوب الغضروف، مفيش حاجه تخلي الغضروف يختفي. طبعا الكلام ده كلام فارغ. نرجع للفيديو القديم، ان احنا عندنا الانزلاق الغضروفي معناه ان في غضروف الغلاف بتاعه اتفتح وخرجت منه النواه اللي هي بتاعته او الجيلي اللي جوه. طيب والله لو احنا عندنا حاجه، الاختراع الجميل بقى لو عندنا حاجه من بره الجسم كده، ده اللي في دماغي انا بقى، زي مثلا الليثوتريبسي اللي هو تفتيت الحصوات، نقدر نوجهه من بره بحيث ان الجزء اللي خرج ده يعني ندوبه بسرعة، احنا هو مع الوقت بينشف، نقدر ان احنا ننشف الجزء اللي بره مش الجزء اللي جوه، الجزء المفيد اللي جوه السليم ما نلعبش فيه. لو في حاجة نقدر نعملها دي، تمام، ممكن نعملها مع الوقت كده. ده الاختراع اللي انا يمكن افكر فيه، يعني ايه، يبقى ماشي شوية مع الاناتومي، مع التشريح، مع خلق ربنا سبحانه وتعالى، لكن ده محتاج تكنولوجيا لسه مش موجود. طيب لكن هما بيعملوا ايه دلوقتي؟ بيقول لك انا زي المرضى بقى، يقول لك ايه: انا عايز انشف الغضروف، يقوم يحقن حاجة جوه الغضروف، الجزء السليم مش الجزء اللي خرج بره، ده الجزء السليم يا جدعان، تمام، زي ما بيعملوا شفط للغضروف، يدخل يخرم خرم تاني غير الخرم اللي طلع منه الغضروف ويشفط من جوه، تمام، عملنا خرم تاني يطلع منه حاجة بدل ما خرمين، وشلنا من الغضروف السليم اللي جوه مش اللي بره. كي الغضروف، حرق الغضروف بالليزر، برضو أفسدنا كل حاجة، دخلنا حرقنا السليم وسيبنا اللي احنا عايزين نعمل فيه. خد بالك برضو انك ما تقدرش تحرق الجزء اللي بره، احسن هو لازق في العصب، ده هيحرق العصب هتعمل مصيبة، فلا انت قادر تعمل كي للغضروف الحقيقي، بتعمل كي للغضروف اللي جوه السليم، ولا قادر تشفط اللي بره، بتشفط اللي ايه اللي جوه. الاختراع بقى الجديد دوت طفولي جدا، اللي هو الديسكو جيل ده، بتعمله شركة فرنسوية. انا اتفاجئت انه موجود، لان في حاجة كانت موجودة زي الديسكو جيل دي من 40 سنة، متخيلين التخلف؟ من 40 50 سنة كانوا بيحقنوها جوه الغضروف السليم عشان يدوب الجزء ده، فلما يدوب الجزء السليم يقوم الجزء اللي بره يدخل، فتفاجئوا ان الجزء اللي بره ما بيدخلش، وكمان الجزء اللي انت دوبته جوه الدواء ده، الدواء ده لو خرج بره الغضروف بيعمل انافيلاكسيس، يعني ممكن يموت المريض، تمام، فوقفوا انتاجه ووقفوا الاستخدام ده خالص، يموت المريض، زي ما انت تاخد حقنه فيها خطوره، يعني حقنه فيها حساسيه جامده، فجسمك كله يتهيج فتموت. الاختراع الجديد ده الديسكو جيل، عاملاه شركه فرنسويه، معرفش مين اللي سمح لها تعمله، اساسا في فرنسا متخلفين في علاج الالم، يعني الناس اللي عايشين في فرنسا يقولوا لكم ما عندهمش تردد حراري، ما عندهمش حقن جذور اعصاب، كل اللي عندهم حقنه الكورتيزون، تمام، متخلفين تماما في فرنسا في القصه دي. طيب تيجي بقى شركه فرنسويه تخترع حاجه اسمها الديسكو جيل او دواء الديسكو جيل، طب بيعمل ايه يا جماعه الديسكو جيل ده؟ ده تحقنه جوه الغضروف، يا راجل دول مش عارفين يحقنوا العصب، هيحقنوا جوه الغضروف؟ اكيد الدكاتره في فرنسا مش هتستخدمه. عمري ما سمعت في فرنسا ان في حد استخدمه، الناس اللي عايشه في فرنسا لما بتروح للدكتور هل بيعرض عليك الديسكو جيل ده؟ لا، لانه سم، عارفين مكوناته ايه؟ الديسكو جيل اللي انتوا فرحانين فيه ده ايثايل، تمام، الكحول، يعني كحول ايثيلي، كحول ايثيلي اللي هو تجيب منه، وهو طبعا الامبول بتاعه صغير كده او الفايل، وميثايل سيليولوز، السيليولوز ده يعني ايه؟ قطن، يعني السليولوز ده في القطن، عارفين القطن لما تجيب قطن، وكحول ايثيلي يعني كأنك جايب قطنه بكحول وبتنظف بيها هدومك، عندك بقعه وبتدوبها، بتاخد بقى القطن على الكحول ده وتحقنه جوه الغضروف، عاملينه دواء اسمه ديسكو جيل وبيحقنوه جوه الغضروف. طب تسألهم ليه؟ يقول لك اصل هو
بيدوب الغضروف ايه اللي جوه ويقلل الضغط بتاع. طب هيقلل الضغط ازاي؟ افرض ان انت دوبت اللي جوه واللي بره ما دخلش، عملنا احنا ايه دلوقتي؟ اللي هو بيحصل مع انك تكوي الغضروف اللي جوه بالليزر واللي بره ما يخشش، اللي هو بيحصل لما تيجي تشفط الغضروف وتفشل انك ايه انه يدخل جوه تاني، ان هو فانت عملت دواء ده اسوأ من كي الغضروف وحرق الغضروف. متخيل جبت قطنه بكحول وحطيتها جوه الغضروف عشان تنظف بيها الغضروف البقعه. طبعا انت لما بتنظف بيها هدومك انت بتدوب، ده كحول، الكحول اللي بيذيب. فالديسكو جيل ما هوش جيل، ده كحول، كحول ايثيليو سليولوز، يعني قطن وكحول بتحقنه جوه الغضروف تمام علشان يدوبه، ده اللي هما بيقولوه. وبيقول لك ده امن تماما. امن تماما ازاي؟ ده لو في نقطه منه خرجت بره هتحرق العصب الى الابد، هتموته الى الابد. انتوا بقى الحمد لله انا ما اعتقدش ان هو موجود في مصر، بس المصيبه بقى لما يعني ايه احد المرضى يتفتق ذهنه ويكون مسافر فرنسا ولا مسافر اي دوله ويجيب الحقنه دي للدكتور، والدكتور يفرح يقول لك جايب دواء من فرنسا ويحقنه في الغضروف يعمل مصيبه. تمام، الديسكو جيل ده فكرة غبية اللي اخترعها شخص غبي، يبقى فرنساوي يبقى أمريكاني يبقى حاجة، ده غبي. الشركة اللي عاملاها في فرنسا عمري ما شفت دكتور استخدمها في فرنسا ولا بيعرضها على المريض، خايف يروح في داهية، لكن يبيعها في الشرق الأوسط. الحاجة اللي مش عارفين يعملوها لما بيعملوا دواء وبيفشلوا إن هم يبيعوه بيروجوه في الشرق الأوسط. تغيير مفصل الركبة المفصل الصناعي، أمريكا صنعت منه ملايين، عملت منه اول 100,000 العيانين اتبهدلوا، ابتدوا يسوقوه في العالم كله، لازم يبيعوا الحاجه اللي انتجوها. الديسكو جيل العبيط اللي عمله في فرنسا عمله تمام، ما سمعتش عنه لا في فرنسا ولا في امريكا، لكن بسمع عنه في الدول العربيه الغلبانه دي عشان المريض بيعالج نفسه، بيدخل على النت يشوف الامور هتعمل ايه يعني. تمام، ايه تاني من الحاجات؟ الدواء، عملوا دواء كورونا فيروس تاني غير كوفيد 19 اللي هو موجود، غير كوفيد 19 ده، معمول شركة جلعاد، لسه عارف المعلومة، شركة جلعاد اسمها، جلعاد ده اسم يهودي في أمريكا فاسمها شركة جلاد، يعني الاسم الشيك يعني بتاع جلعاد، عملته علشان يعالج كورونا تانية، مرض يعني فيروس تاني بس من عائلة كورونا، وفشل فشل ذريع. ابتدوا دلوقتي يسوقوه عشان الكورونا فيروس، مع انه دواء فاشل وملوش اي قيمة، ولسه عارف انهم باعوا ب 1.3، 1.3 تريليون، يعني 1300 مليار دولار في دول العالم اللي مش فاهمة القصة عاملة ازاي ولا المافيا عاملة ازاي. في خلاصة الكلام للناس اللي هي خايفة على الباقة وخايفة على الانترنت ومش عايزة تعرف حاجة، هو يقعد يعمل سيرش على الفيسبوك على الانترنت، لكن لما يجي يسمع كلام مهم يخاف على الباقة ويخاف على الفلوس بتاعة الباقة. لكن زي بعض خلاصة الكلام، الديسكو جيل محدش يستخدمه خالص تمام، ولا أنصح بيه نهائيا.